يمر كما تمر سائر الأيام عليها. عيد الفطر المبارك ليس له ملامح العيد السعيدة عند أم سجاد العراقي، ذلك الشاب الذي بات إيقونة احتجاجات تشرين وأبرز مغيبيها. تقول أم سجاد إنها فارقت فرحة استقبال العيد بعد إن فارقت ولدها منذ 3 سنوات. احنا ما عندنا عيد خالة، لا من راح سجاد لحد الآن لا معايدين بشر ولا بشر أريد يعايدني بهذا العيد، إلا أنا أعرف مصير ابني، أعرف مصير ابني وين، أعرف مصير القوات الأمنية والحكومة المحلية والمركزية والأجهزة الأمنية هاي الموجودة بالعراق كلها، ما تعرف مصير شخص واحد؟ شلون تدير دولة ما تعرف شخص واحد؟ وأنا ما خليت، لا خليت رئاسة وزراء ولا خليت أجهزة أمنية ولا خليت أجهزة قضائية، كلها التقيت بيها، نريد نعرف مصير سجاد وين ما وين. وفي أيلولة من عام 2020 وحتى اليوم تواصل أم سجاد عقد آمالها على خبر عودة سجاد إليها مرة أخرى، ليكون لقاءها به هو العيد الذي تنتظره منذ أن غيبته الأيادي المجهولة. احنا متحطمين، احنا عائلة سجاد يا ناس يا عالم متحطمين، ما نعرف مصير سجاد ابننا، ما نعرف سجاد وين ما وين، موجود عدل ميت مدفون، انطونا حتى لو ميت انطونا رفاته، حتى احنا نرتاح، حتى احنا نأيس من عنده. ليش احنا باقين؟ هذا عيد اجي وهذا رمضان هاي ثالث رمضان سجاد ما صايمة، ثالث رمضان احنا نحط الفطور والله العظيم يعني قبال عيني ما اقدر، قبال عيني سجاد، لان هو ابو البيت، هو بالضحكه، هو بخابصها نسميه بالبيت. ورغم مرور عده سنوات على اختطاف سجاد العراقي وسط الناصريه، الا ان مصيره لا زال مجهولا حتى اللحظه. ومع تعلق مصير سجاد بالمجهول، تواصل والدته حياتها بالانتظار المشوب بالحزن على فقد ولد كانت تمني النفس في أن تراه عريسا. شو مسوي سجاد؟ شو اللي مسوي سجاد وهيك شيء صار تعذبوني بي أنتم؟ أنا شو اللي مسوية وتعذبوني بابني؟ من ذاك اليوم لهاليوم صار إيش قد خاطفينه؟ شهر يوم 19/9 بهاي السنة كملت 3 سنوات ضبط. 3 رمضانات هو ما صايمه، 3 عيدات ما مشايفينه ولا شايفنا. أول يوم بالعيد أول واحد يعايدني هو سجاد. والله العظيم أول يوم، هسه ما أريد أي واحد يعايدني ولا أنا أريد أن أعايد بشر من يوم راح سجاد لحد الآن. ورغم تضاؤل الآمال بعودة سجاد العراقي أو الكشف عن مصيره، تنتظر والدته خبرا يدلها على مكانه ولو كان تحت التراب. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار،